السلام عليكم ورحمة الله. كلكم كتعرفوا بأن هذا هو الباركينج ديال مرجان فونتي. مرجان أصلا اللي أكبر مركب تجاري في المغرب، واللي تأسس سنة 1990، كان في الملكية ديال رجل أعمال مغربي اللي سميته البحراوي، ولكن باعوا اللونة في 92، ولونة راه غيرت الاسم ديالها اللي سوسيتي ناسيونال دانفيستيسمون، هي الملكة ديالو. من مرجان غادي نخرجوا لشارع محمد الخامس. كما كتعرفوا بان شارع محمد الخامس هو من اكبر الشوارع في مدينة اكادير، ومنه غادي ندوزو باش نشوفوا الجديد في شارع الحسن الثاني، واش كاين شي جديد ولا ما كاين والو في داك المشروع اللي متبعين ديال الحافلات العالية الجودة اللي كتخدم بلورو ديزل. بالنسبة لهذا المطار الخطرة كيكون فيها واحد الازدحام مروري رهيب فصل الصيف، باش تعرفوا فصل الصيف كيكون واحد الازدحام مروري رهيب، وكيضطروا البوليس ديال المرور شرطة المرور انهم يوقفوا تما. هو هذا شارع محمد الخامس. للاسف للاسف هذا النخل هو اللي خرب المنظر ديالو، وكاننا في زاكورا وكاننا في الصحراء، رغم ان هذا البروجي هذا كان بالملايير وكانت مكلفه به الشركه ديال جتير، ولكن للاسف اختاروا المسؤولين على المدينه انهم يديروا فيه نخل. ما فهمتش، مع العلم ان هنا كان واحد البروجي اخر ديال هنا ديال سميتو ديال سقي المساحات الخضراء بالمياه العادمه للمعالجه، ولكن اختاروا هذا النخل هذا. ما تيضوي، ما كيسمحوا لي، ما كيدير الظل، ما فيه حتى شي فائده. لا فائدة تذكر، فينما أينما وليتم وجوهكم راه كان في البارو إيست ويست، كان في هذا الشارع محمد الخامس. فينما كتشوفوا تعزيزات أمنية كبيرة في مدينة أكادير مع اقتراب نهاية السنة ديال الميلادية وحلول سنة جديدة اللي هي سنة 2024. هذه القامرة على يد ديال اليسر كاين اكادير سيتي سونتر، هنا فاش غادي يكونوا دوك المال والاعمال. سونتر دافير هذا غادي يكون واعر بزاف، اكادير سيتي سونتر غيكون واعر واعر واعر، غير هو سي ان بروجي اللي هو بريفي. غيديرو فيه بالي دي كونغريس، سونتر ديكسبوزيسيون، اوتيل راديسون بلو 5 اتوال، مول، بيزنيس سونتر. لا لا هذا غادي يكون واعر بزاف، هذا تاني غادي يجيو ليه غير صحاب القرموما هذوك اللي كيصوروا 30 مليون في النهار. احنا دابا الا كاع جيتي لهاد اكادير سيتي سونتر غادي تشري، نكذبوا على الله حرام، تشري بياسه ب 5 مليون، هذا دايرينو الاغنياء الله يعاونهم. هذا باش غادي يكون مزيان جوج حوايج، اولا لا كرياسيون دو لومبلوا، خلق فرص عمل، وثانيا غادي يجيب لك دوك
دوك السياح المغاربه والاجانب اللي عندهم الفلوس، فهمتي؟ اللي عندهم الفلوس اللي كيبغي يخسروا الفلوس، فهمتي؟ هادشي اللي غادي تربح المدينه. جوج حوايج، البوفريرا ما عندهم ما يشري هادشي، وتما تمرك تدخل صباط 4000 ولا 5000 درهم. إذن ها هو شاري الحزام الثاني، راه باقي الخوت كما كتشوفوا معايا. شحال تسنى دابا المحطة هنا؟ واحد جوج هنا غيوقع المشكل ديال سميتو ديال فين غيباركي بنادم. خاصهم يفكروا يديروا داك لي باركينغ سوتيران في اي بلاصه، خاصهم يديروا لي باركينغ سوتيران، سينو راه هاد البياجينيس ما غاديش يخدم ليهم، ديما غتكون فيها عرقلات السير. ماشي بالنسبه للطوبيس، الطوبيس راه ما عنده حتى شي مشكله، هو راه غيدوز في الوسط. المشكله غتوقع على سميتو الطوموبيلات، غتبقى تسمع لنا الكلاكسون طا 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 طا. دابا علاش واقفين؟ كاين الاحمر، داكشي علاش واقفين، كاين الضو الاحمر. الله درجة الحرارة الخوت مقارنة مع مدن أخرى راه مزيانة في فكادير. دابا كاينة 15، دابا مع 11 وتولوت هادي كاينة 15، وغتطلع حتى ل 21، غتطلع حتى ل 21 وغتعاود تنزل من 7 د العشية كتنزل 18 17 16 15 13 12. والصباح بكري فاش كتكون بزاف، الصباح بكري كتكون 11، هاديك ما بين 8 و 9. هادو مساكنة العيالات هما ديال تامس نافير. شوف 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 المرأة العفيفة الشريفة، تمشي انت توقف على عباد الله تقول لي اعطيني جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم. شوف تبارك الله، شوف شوف الله يخليها لوليداتها، ما ترضاش انها تطلب. كاين بنادم دابا ما كيرضى، لان دابا هذاك دوك سميتهم، علاش انا كنفضحهم دوك سميتهم دوك باردي الكتاب، علاش وعلاش اصلا تلاحت هادي، علاش اصلا تلاحت هاد الحمله هادي وبدات في كازا والرباط، هادي ديال الحمله الوطنيه، ولاو كيصوروهم ولا علاش؟ لانهم يزون دي باسي ليميت، تجاوزوا الحدود، وحتى الدوله تغاضات عليهم. هما نورمالمون الدوله بحال هادوك النهار الاول يموت المش، اش كدير اخويا؟ ما تحضر حتى شي واحد طوموبيلتو، حتى واحد ما قال لك حضر لي طوموبيلتو. وفي العالم ما كايناش شي حاجه سميتها نحضر لك طوموبيلتك، وفي العالم ما كاينش الخلاص في الباركينغ. الباركينغ الوحيد اللي فيه الخلاص هو الباركينغ اللي كتصايبو الدوله ولا شي شركه بريفي، كتصايبو وتخسر عليه الفلوس. بحال هذا دابا اللي صايبات هنا في شارع محمد الخامس، وبحال هذا اللي كتصايب الرواندي هنا في هذا نيت في زنقه المعارض، هادو غادي تخلص فيهم. اما باش تقول لي انا تكون واقف في ملكيه الدوله وتقول لي انا تنخلص، بار اكزومبل انا دابا تنخلص، ماشي انا المغرب كله اللي عنده طون كيخلص لافينيت، لافينيت اللي ملي كيخلصها كيخلصها الدوله صافي بوان فينال. لاسيرونس كيخلصها تقريبا حتى هي لي زاسيرونس وحتى الدوله كدي معاها لا فيزيت تكنيك، وانت كتخلص لافينيت ولاسيرونس ولا فيزيت تكنيك. زيد عليها الغازوال ب 14 درهم، زيد عليها ليسونس ب 15 ولا 16، زيد عليها لومبان ديالك، وجي واحد يوقف فيك يقول لك خلصني التأشيرة، خلصني جاي انا من ورا الجبل محركة شوية القضية فيها كادير. واخا هكا باش كتعرفو محركة فاش كتشوف ماتريكيل. تبارك الله الكويت، تبارك الله، اللهم بارك كما كيقولو الخوانجية.
تينا باقي مع المحطات مازال ما كملوهم تينا قديم. ها الطاكسي تاني حابس ها شتو الطاكسيات راه ما يدير لهم الناس على ود ديك المراه مسكينه اللي براكا. وها الطاكسيات براكا هذاك جمال الساعي ولا عرفت سميتو عرفت خويا نادي براك ديو براك. انا بعدا شوف انا ما مع ماين الطاكسيات ما مع دبل ها هو ما مع سميتو ما مع ماين الطاكسيات ما مع الاخر ما مع دوك صحاب لي زابليكاسيون صحاب لي زابليكاسيون ماشي قانونيين. والطاكسيات ما عندهمش الحق يبراكيو يبراكيو ديك السيده. ولكن داك الشيء خصو يطلع ها شوف 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 هضر معاه دابا هذا الطاكسي كي كيحترم دابا هذا القانون زعما دابا الهضره ما خصوش يبقى وغنبقاو نهضروا على هذا الشيء دائما نهضروا عليه. شحال واحد ما تيعجبوش الفيديوهات ديالو شحال واحد واش كنهضر على هذا الفراشة وكيف ديو حكا تي تي دير داك التعليق صافي تنحيدو ديك الساعة كيقول لك لا خلي بنادم يترزق سير قال لي خلي بنادم يترزق ترزق بالقانون ماشي بالعريف. العريف راه كنا كنعرفو نعرفو ها ها واحد تاني موقف طاكسي تاني موقف ما عندهمش الكاسار هما نهائيا بارد الكتاف كاين على يد اليسار نفس الوجه هذا عقلت عليه هذا قديم هنا هذا 100% هذا غادي يكون طنقه ديال البوليس 100% هذا انهم مخلينه هنا بزاف ها الكحلين تيطلبوا الشاري الحسن الثاني هذا افلام وافلام